مستمعينا الكرام، مستمعي راديو صوت العرب من أمريكا، أهلا وسهلا بكم في البرنامج الأسبوعي في رحاب النبوة، حيث نعيش معكم مواقف مضيئة من حياة نبي الإسلام محمد، نبي الرحمة والهداية والإنسانية صلى الله عليه وسلم. في رحاب النبوة، إعداد وتقديم الدكتور محمد فاروق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا معكم في هذا البرنامج في رحاب النبوة. نعيش معكم مواقف متفرقة من حياة الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتناول فيها جانب مشرق من جوانب شخصية النبي محمد وهو الرسول الإنسان. هذا الجانب ربما يخفى على بعض الناس أو على كثير من الناس، فكثير منا يعرف محمد يا صاحب الديانة الذي كان يقوم ويصوم ويعبد ويفعل ويفعل، لكنه ربما يخفى عليه الجانب الإنساني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن محمد صلى الله عليه وسلم كان إنسان بكل ما في الكلمة من معاني نبيلة. يعني لو جمعنا كل المعاني القيمة النبيلة السامية وشخصت في إنسان لصار هذا الإنسان هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من هذه الناحية أفضل إنسان ممكن إن هو يمثل البشرية في إنسانيتها. عندما ترتقي وتصل درجة عالية من الرقي والحضارة فهذا الشخص هو محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اختاره ومنحه صفات وأخلاق من الله عز وجل عليه، فأعطاه أخلاقا حسنة وشيم كريمة. لو نظرنا إليها تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم ودود لين سهل، ليس بفظ ولا غليظ، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يحب الناس ويخالطهم، يأمر بالصبر على أذاهم، يجلس أصحابه ويمازحهم ويسأل عن الغائب ويعود المريض، أين فلان أين ذهب فلان وماذا فعلت، ويلعب مع الطفل الصغير، وتأتي المرأة العجوز فتأخذ بيده وتسير به في شوارع المدينة فلا يرفع يده من يدها إلا عندما تنتهي وتقضي حاجتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الجوار، يحفظ العهد، يعظم الحرمات، حرمات الناس وحرمات الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار أسهل الأمرين أيسرهما، كان يختار صلى الله عليه وسلم، كان يراعي مشاعر الناس، يحفظ كرامة النفس البشرية سواء إذا كانت حية أو ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا إشارة إنسانية رائعة توجه إلى الإنسانية في عصرنا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم كده في موقف سريع، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومرت عليهم جنازة، مرت عليهم جنازة لرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادته كان يحترم النفس الإنسانية فوقف. فجاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله أنت تقف، هذا الرجل يهودي. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال له أليست نفسا، يعني هذه نفس إنسانية سواء كانت ليهودي كانت لمسيحي كانت لغير مسلم، المهم أنها نفس إنسانية تكرم وتحترم وتصان أيا كان اعتقادها أو جنسها. هكذا يكون الفهم العالي من النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة كما نسميه. لذلك تراه يضع قانون عام للتعامل بين البشر فيقول أنه يعني الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل العربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لمصري على هندي ولا تركي على أمريكي. ثم دي الفيصل يا رسول الله، كل ذلك مرده إلى الله عز وجل وإلى التقوى والعمل الصالح، ويقرر لأصحابه حتى يعملوا بعد ذلك أن الله خلق الناس كلهم والبشر كلهم من أجل أن يتعارفوا ويتعاونوا. ليه؟ لما فيه صلاح البشرية وعمارة الأرض. تعالوا كده معايا نتأمل حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن كل ما تحمله جاء
من باب حرصه وخوفه صلى الله عليه وسلم على الناس كافة، على كل الناس، ومن أجل طلب الهداية والرشاد لهم. أنا أدعوهم بالخير وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. الله عز وجل يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني يا محمد، الله عز وجل أرسلك رحمة لكل الناس. انظر كلمة رحمة، رحمة تفيد العموم والشمول، رحمة لكل الناس، رحمة حتى للحيوانات وللطيور وكل شيء. النبي، وهذا هو أصل الدين، الدين الذي لا يكون في أصله رحمة وخير البشرية، من فائدة منه؟ فأصل الدين وأصل الرسالة جاءت رحمة لكل العالمين ولكل الإنسانية، سواء فهم البعض ذلك أم لم يفهم، لكن الحقيقة المؤيدة بالأدلة تقول أنه صلى الله عليه وسلم كان إنسانا أرسل رحمة للناس. طبعا هيظن بعض الناس مستمعين الكرام أني أتحيز للنبي صلى الله عليه وسلم في حكمي، وهذا شيء طبيعي. وقد يقول الآخر أني أبني أحكامي على اعتقادات شخصية وأمور غير صحيحة. طيب تعالوا معي كده نسمع لأحد الفلاسفة الكبار، الفيلسوف الإنجليزي الشهير برنارد شو، لما حب يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الإسلام الصحيح بيقول إيه؟ قال: لقد درست حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العجيب محمد صلى الله عليه وسلم، وشوف سماه كلمة عجيب من يعني من كثرة فضائله واختلافه عن الناس. قال: وفي اعتقادي، في اعتقاد يعني هذا الفيلسوف، أنه لو أتيح لرجل، أتيح يعني أعطي محمد الفرصة أنه يقود العالم منفرد في العصر الحديث اللي احنا فيه ده، هيوفق لحل جميع المشاكل التي تؤرق البشرية، مما يؤدي إلى السلام والسعادة اللي بيفتقر إليهما العالم هذه الأزمة. طبعا لو تتبعنا العلماء اللي أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إنسانيته هتجدهم كثير جدا جدا. فالإنسانية النبي وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وجمال صفاته أكثر من أن تؤمن. ليس لا يوجد عالم منصف أو فيلسوف قارئ وعالم واطلع، أي إنسان اطلع على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته يصعب عليه أن يختلف حول إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكرها، لأنها ظاهرة كالشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل تشريعاته إنما جاء من أجل الإنسان. أصل رسالته إن هو يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من الظلمات إلى النور، من الجور إلى العدل، من الإساءة إلى الإحسان. فكيف يكون غير ذلك؟ النبي إنسان يفعل كل ما يفعله الناس، لأجل ذلك أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى مستمعينا الكرام نعيش معكم في الحلقات القادمة مواقف وإشارات في حياة النبي تؤيد قولنا هذا. نسأل الله لنا ولكم السداد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.